بعث صاحب السمو الملكيه الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكه العربيه السعوديه الشقيقه اعرب سمه فيها عن خالص التهاني واطيب الامنيات بمناسبه نجاح الفحوصات الطبيه بفضل الله وتوفيقه. سائلا سموه المولى عز وجل ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحه والسعاده وطول العمر ويبقيه ذخرا وسندا للمملكه العربيه السعوديه وشعبها الشقيق لمواصله مسيره التقدم والتطور في ظل قيادته الحكيمه